خلينا دلوقتي نروح نشوف تقرير عن منتدى جاهزية الحوكمة للميتافيرس بعنوان الحكم الرشيد في عالم افتراضي. في عالم افتراضي واللي تم فيه الحديث باستفاضة من جانب المتخصصين، واللي تم الحديث فيه كمان عن مفهوم تقنية ميتافيرس. تقنية الميتافيرس طبعا اللي بيشار إليها كمان باسم شبكة المستقبل، وكمان استكشاف استعدادنا للتحول الثقافي والفسيولوجي وضمان استيعاب المحتوى التجريبي والتواصل في العوالم الافتراضية زي الأفاتارز، وبالطبع ضمان الحكم الرشيد في هذا العالم الافتراضي. يعني حاجات كتير في الحقيقة معقدة اتفرج بقى عشان نفهم، فلازم يعني نبتدي نجهز لها من دلوقتي عشان بالزبط نبقى عارفين نتعامل معاها ازاي لما تحصل. فهنروح نشوف دلوقتي مع بعض التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. جدوة النهاردة بالاشتراك مع جامعة ثاندربيرد أريزونا ستيت يونيفرسيتي. ثاندربيرد من أعرق الجامعات الأمريكية، متخصصة في مجال التحول الرقمي والميتافيرس. فالنهاردة هم يعني خبراء جايين زيارة لمصر عشان نعمل نوع من نوليدج شيرنج بلاتفورم، ان احنا نبص على التجارب الدوليه في مجال الميتافيرس وحوكمه الميتافيرس. الواقع الافتراضي ده هو اللي هيقود الانترنت خلال الفتره القادمه. هيحصل ثوره في الانترنت من خلال هذا الواقع الافتراضي، وفعلا ابتدى نشوف يعني تفاعلات من العالم كله في هذا الواقع. فاحنا بنحاول النهارده نشوف ايه اللي نقدر نواجهه، احنا التحديات الفتره اللي جايه دي نقدر نواجهها ازاي، نقدر ازاي نحط رولز وقواعد نقدر من خلالها نقدر نتعامل مع هذا الواقع الافتراضي. النهارده يعني عندنا المنتدى ده بيتم بشراكه مع جامعه ولايه اريزونا وكليه ثاندربيرد بالولايات المتحده الامريكيه. دي احد الجهات اللي المعهد القومي للحوكمه بيتعاون معاها. المعهد منفتح على جميع المدارس الموجوده في العالم كله، سواء قاره اسيا او اوروبا او امريكا. عندنا مجموعه من الشراكات مع الجامعات ومع المعاهد الدوليه بنتم من خلالها اقامه البرامج التدريبيه والمنتديات المواصله زي النهارده ان شاء الله. The government of Egypt is dedicated. حدث مهم جدا للحوكمه والتنميه المستدامه في مصر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي وفي الميتافيرس اللي هو العالم الافتراضي وفي انترنت الأشياء. طبعا كلية ثاندربيرد هي وحدة من وحدات جامعة أريزونا ولاية أريزونا، ووجودها وشراكتها مع مصر مستمرة. وفي مبادرة جديدة أطلقتها كلية ثاندربيرد الإدارة الدولية، وهي الوصول ل 100 مليون متعلم على مستوى العالم. ومصر طبعا من أهم الدول اللي ممكن تستفيد من المبادرة دي، خاصة إن الكورسز اللي هتوفرها هتكون مترجمة ل 40 لغة من ضمنها اللغة العربية، وهتتوفر للمتعلمين بدون أي تكلفة للمتعلم، وهيقدر إن هو يحصل على تعليم ذو جودة عالية ويكون متاح لي من غير أي تكلفة للمتعلم. الويب سايت هو 100millionlearners.org. بنتكلم عن الميتافيرس اللي هو العالم الافتراضي. دي نقطة تحول التكنولوجيا اللي هي الديسبلاي على ال 2D أو الثنائي الأبعاد أو الشاشات أو اللي بيسموها الناس بتبص على شاشاتها تحت، دي خلاص في طريقها إن هي تنتهي. النهارده هنتكلم على 3D أو ثلاثية الأبعاد، يعني الناس بعد كده هتتواصل مع بعض وراسها لفوق في العالم الافتراضي. ده بيتيح لنا إمكانيات جبارة جدا، مش بس في الإنتاج الإعلامي بس كمان في مجال الحوكمة ومجال الإدارة. وده اللي احنا النهاردة هنقدمه إن شاء الله بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، ودي شراكة طويلة، وده واحد من الإيفنتات اللي احنا يعني فخورين ان احنا نبتدي بيها في مصر. طبعا شفنا التقرير مع بعض، واحنا لسه يعني كل يوم كده، يعني في ناس لحد دلوقتي ياسمين لسه ما اتعودتش على الفيسبوك والانستجرام، دول يا ترى في الميتافيرس ناس كده هيعملوا ايه في الميتافيرس بقى والعالم الافتراضي، ولما تخلصي الرخصه هتخلصيها في الميتافيرس برضو ولا لا؟ الموضوع برضو غريب، صح؟ بالظبط، يعني تخليص الاوراق ده الاوراق الحكوميه دي بقى في الميتافيرس شكلها ايه؟ يعني الموضوع واضح انه بالنسبه لنا احنا مبهم لسه. اكيد طبعا بالنسبه لكل الناس، يعني لسه في الاول يعني. والله.